أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا إلى فقرتنا للنقاش والتي نخصصها للحديث حول آخر وأبرز التطورات في قطاع غزة مع دخول حربها الإبادة يومها 122 وسط حديث ومؤشرات قوية على امتداد الهجومات المركزة للكيان الصهيوني إلى مدينة رفح، حيث يلجأ أزيد من 1.5 مليون فلسطيني هناك. المخاوف تتركز أساسا من تدهور الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا مع إمكانية حدوث مجازر أخرى غير التي شهدناها خلال الأربعة أشهر الماضية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وحول تجلياته السياسية وتأثيراته الإقليمية والدولية نستضيف معنا من القاهرة عبر خدمة سكايب دكتور محمد اليمني الخبير في الشأن الدولي. دكتور محمد أهلا وسهلا، سعد الله صباحك بكل خير. تحياتي لحضرتك وشكرا على الاستضافة. العفو. بداية دكتور محمد، ما الذي سيحدث لو تم فعليا اجتياح مدينة رفح خلال الأيام الماضية؟ هل التأثيرات ستتوقف فقط في قطاع غزة؟ ستمتد لدول أخرى إقليميا؟ سيكون لها تأثيرات دولية في رأيك؟ أكيد أستاذي الكريم، لأن الآن الاحتلال الإسرائيلي يعني يوجد بعض الخطط لديه، لأنه لم يحقق أي شيء على أرض الواقع، يذهب إلى الضفة الغربية ويذهب أيضا إلى مدينة رفح بخصوص اللاجئين وبخصوص النازحين، أكثر من 1.5 مليون. هذا إن دل يدل على وحشية وعدوانية الاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع الدولي يقف يتفرج وفي صمت في هذا التوقيت. هذه أيضا جزئية، الجزئية الأهم، لأن العالم الذي يتفرج الآن، وأنا أقصد العالم الغربي، أقصد على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية الذي يوجد تناقضات لديها، ترسل أنتوني بلينكين أزيد من 6 مرات لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي وتقريب وجهات النظر لبعض الأمور، ولكن تصب في الآخر إلى مصلحة الاحتلال. هذه أيضا من جهة أخرى، كما نعلم بأن هذا العدد الكبير الآن هو يعاني، فهو لا يحتمل أيضا قصف آخر، لا يحتمل أيضا بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالعدوان. هؤلاء أستاذي الكريم ذهبوا من منازلهم وذهبوا أيضا من مدنهم وتركوا مدنهم وذهبوا إلى رفح حتى يلجؤون وحتى يحتمون بهذه المدينة ويبعدون تماما عن القصف وعن العدوان، وهم أيضا تواجدوا في هذه المدينة ومن ثم أيضا ذهب إليهم الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الآن ماذا يفعلون وماذا يخرجون وماذا أيضا يذهبون إلى أي أماكن يذهبون أستاذي الكريم؟ هل إلى المدينة التي تحدثت عنها إسرائيل، جزيرة في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر، ويكون لها توفير كبير؟ هؤلاء أستاذي الكريم لا يعرفون هذا الأمر، هؤلاء لا يعرفون الديمقراطية. صحيح. طيب دكتور محمد اليمني، يبدو من السذاجة والغباء الحديث عن جزيرة صناعية في البحر لربما إسكان هؤلاء، ليس كذلك؟ هل يدخل هذا في الحرب النفسية مثلا، في محاولة تشتيت الدبلوماسي وتشتيت ردود الفعل؟ أكيد مستبعد الأمر، منطقيا مستبعد، ليس كذلك؟ أكيد أكيد، هذا من رابع المستحيلات. يعني أضرب لك بعض الأمثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني صدعت رؤوسنا مرارا وتكرارا ببعض الأمور في المنطقة، ولكن هذا المثال له علاقة بحل الدولتين. الولايات المتحدة تقول حل الدولتين، وتعلم مدى يعني إقناع ومستحيل هذا الأمر لدى الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم، هذا إن دل أيضا بهذه المدينة الصناعية من رابع المستحيلات. هذه نقطة. النقطة التي أراها من وجهة نظري في هذا السياق، يوجد هدنة ومسارات إلى الهدنة وباريس والجهود القطرية والجهود المصرية والولايات المتحدة الأمريكية وما شابه ذلك، ولكن يوجد التعنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه جزئيا. الجزئية الأهم، إلى أين تذهب هذه الحرب؟ أرى من وجهة نظري
أن بنيامين نتنياهو حتى ينقذ مستقبله السياسي وينقذ ما تبقى منه ومن مستقبله، هو الآن يفعل كل ما بوسعه ويفعل كل ما يدور في رأسه. لأن إذا نظرنا في الداخل الإسرائيلي، نعم متفقون على قرار واحد هو الإبادة للشعب الفلسطيني، وهذا موجود، ولكن على الوجه الآخر يوجد بعض الاختلافات لدى بعض القيادات. هل تؤثر؟ نعم تؤثر. هل المظاهرات على مدار 4 شهور تؤثر في هذه القرارات؟ وارد هذا الموضوع. دعنا دكتور محمد، اليمني يتحدث عن التفاعلات السياسية في المنطقة الإقليمية المحيطة بغزة، واستوقفنا كثيرا تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري، والذي حذر وأعلن عن مخاوف من توسع رقعة الصراع في غزة. هل هذا تحذير ضمني للكيان الصهيوني من استهداف رفح؟ وهل يمثل ذلك فعلا تهديدا على الأمن القومي لمصر، استهداف رفح مع ما فيها من لاجئين، مع ما فيها من مدارس ومكاتب ومراكز لإيواء اللاجئين؟ أكيد أستاذي، أكيد أستاذ أسامة، هذه نقطة مهمة جدا. ورئيس وزير الخارجية سامح شكري عندما تحدث عن توسيع رقعة الحرب على المستوى الإقليمي وليس فقط في الداخل الفلسطيني، لأن بالطبع توسيع رقعة الحرب في الداخل الفلسطيني متواجدة، من ثم بدأوا بشمال قطاع غزة وذهبوا إلى الجنوب وذهبوا إلى الضفة الغربية وخان يونس وما شابه ذلك، والآن ذهبوا إلى رفح. أستاذي الكريم، كنا نتحدث مرارا وتكرارا بأن الاحتلال الإسرائيلي على مدار 4 شهور والشهر الخامس دخل علينا بأنه لم يحقق أي شيء، ولكن من وجهة نظري هو بالفعل حقق بعض الأمور. وأقول لك هذه الأمور في هذا التوقيت، أقول لك بأنهم ضربوا البنية التحتية لقطاع غزة بما يزيد عن 80%. هل هذا يؤثر على الأمور المعيشية الاقتصادية الصحية الاجتماعية في القطاع؟ نعم، وهم يعلمون ذلك، وهم يضربون القطاع لهذا السبب، لسبب التهجير، لسبب البنية التحتية. لك أن تتخيل على مدار 4 شهور ضرب الاحتلال الإسرائيلي بما يزيد عن 50,000 طن من القنابل على العقارات. طيب، أن يوجد أكثر من 60,000 عقار تم هدمه تماما وتدميره بخصوص الاحتلال الإسرائيلي. واضح. دكتور محمد اليمني، رأينا سابقا ما حدث في شمال غزة، ورأينا كذلك ما حدث في خان يونس، والمتوقع أن يحدث ذلك كذلك في رفح إذا ما تم هذا الهجوم. وأنت توقعت في لقاءات سابقة معنا أن تتم مهاجمة رفح وجنوب غزة عموما. طيب، احنا أمام خياران الآن، إما مجازر وتقتيل لمليون ونصف المليون لاجئ في جنوب قطاع غزة في رفح، وإما تهجير الفلسطينيين الموجودين هناك. هذان هما الخياران المتاحان إذا ما تم هذا الهجوم. ماذا ترجح دكتور محمد اليمني؟ وإذا ما حدث التهجير، إلى أين سيكون؟ هل هناك مخاوف مصرية حقيقية من أن يمس أمنها القومي، من أن يتم تهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى خارج حدود القطاع؟ أكيد أستاذ أسامة، الوضع متأزم، وأنا قلتها أيضا قبل ذلك، لا تختبروا صبرنا ولا تستفزونا. هذه أيضا جملة مهمة جدا، لأن الجيش المصري الآن على أهبة الاستعداد. أيضا الاستخبارات كذلك تعلم كل شبر وتعلم كل نقطة وتعلم كل معلومة بخصوص ما يحدث على الحدود المصرية. مصر عانت عندما جاءت ما يسمى الربيع العربي في المنطقة، وخاصة الحدود المصرية الليبية. أنا معك أضرب لك الأمثلة، أنا معك أضرب لك الأدلة، ومع الوقائع التي تحدث في الماضي، لأن التاريخ ليس بعيدا. هذه أيضا نقطة، ولكن مع الاختلاف مع الحدود المصرية الليبية ومع الحدود المصرية السودانية، لأن في هذين الحالتين مصر بالفعل عانت، وعانت من من؟ عانت من التسليح، عانت من الأسلحة، عانت من الهجرة غير الشرعية، عانت من الإرهاب، عانت من الفصائل، عانت من أمور كثيرة جدا على أرض الواقع. هذه جزئية، ولكن الآن الأمر يختلف تماما، لأن الأمر الآن يمس الأمن المصري.
هل الآن الاحتلال الإسرائيلي يريد مواجهة مباشرة مع الجانب المصري؟ أعلم بأنه لا يريد ذلك، ولكن بما بالأفعال وليس بالأقوال، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول نحن مقبلين على هدنة، ونرسل المستشارين، ونرسل أنتوني بلينكن، ونريد الهدنة، وتوصيلا أيضا الجهود القطرية والمصرية وما شابه ذلك. وهي في اليومين السابقين عقدت صفقة أسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي. هل يعقل ذلك؟ لابد أن نفهم سيد الفاضل ما يدور في المنطقة، وما يدور أيضا في يعني أروقة السياسة في الداخل الأمريكي وكذلك الإسرائيلي، وكذلك أيضا في منطقة الشرق الأوسط. لأن الحرب الآن ليس فقط بين إسرائيل وحركة حماس، الآن اللعبة السياسية وترسيم المنطقة، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بالثروات، التي تتمتع بالثروات البشرية والثروات النفطية والأمن الطاقوي وأمور كثيرة، حتى الأمن، حتى الأمور المالية تتمتع بها أستاذ الفاضل. أقول لك أيضا مثالا مهما على ما يحدث في القرن الأفريقي، وأرجع وأرد عليك يا أستاذ أسامة بخصوص القرن الأفريقي وما كان يدور في يعني الانقلابات السابقة. هل تعتقد من المستهدف أستاذ الكريم؟ المستهدف مصر، المستهدف الجزائر. فهذه لعبة من قبل طيب الولايات دكتور المتحدة. محمد اليمني، أفهم من كلامك أن المستهدف كذلك من وراء ما يحدث في غزة مصر، أو على الأقل بعض من أمنها القومي وامتدادها الاستراتيجي في المنطقة؟ صحيح أستاذ أسامة، وأضرب لك أيضا مثالا مهما بخصوص الحديث عن محور فيلادلفيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم يعتقدون أن هذا النفق يتم إرسال الأسلحة إلى حركة حماس، ولابد من السيطرة عليه. هم نسوا أيضا الاتفاقية. هؤلاء لا يعرفون اتفاقيات، هؤلاء لا يعرفون السلام، هؤلاء لا يعرفون أي شيء، ولكن يعرفون مدى خطورة اختراق هذا الأمر. لأن عدم أو سيطرة على محور فيلادلفيا هو من الأمور الصعبة. مصر أيضا لم تقف متفرجة، ولكن مصر والرئيس المصري ما زال يقتنع بأن الدبلوماسية هزمت البندقية، وما زال أيضا لديه اقتناع راسخا بأن الدبلوماسية نستمر إلى أبعد الحدود. لأن الحرب لا يجيء من وراها إلى المصائب وإلى المشاكل وإلى الأزمات. المنطقة لن تحتمل، مصر لن تحتمل المنطقة بأكملها. وإن كانت تظن الدول العربية أو بعض الدول العربية الكبرى بأن الخطر طيب لا يحتمل إليها. دكتور محمد اليمني، أنت فتحت نقطة مهمة جدا للنقاش، قلت أن المنطقة لن تحتمل، والواضح أن المنطقة فعلا لا تحتمل التصعيد في كل جهة اليوم، في سوريا، العراق، جنوب لبنان، ما يحدث في فلسطين، ما يحدث في اليمن من استهداف واضح. في رأيك دكتور محمد اليمني، إلى أين تسير المنطقة اليوم في ظل هذا التصعيد الكبير الذي عم كل الجبهات التي كانت مشتعلة أصلا؟ إلى أين تسير المنطقة؟ هل نحن بصدد حروب إقليمية، بصدد نزاعات طائفية، بصدد استقطاب طائفي جديد في المنطقة؟ حروب أو حرب إقليمية بحذر شديد، وكأن هؤلاء يلعبون بنا الكرة. بمعنى أنا لا أريد أن ألعب، أنا لا أريد أن أتدخل، أنا لا أريد أن أغير، أنا لا أريد أن أضرب. هؤلاء أستاذي الكريم، وأنا أتكلم هنا عن أمريكا، إسرائيل، إيران، ولكن أنا أرى بأن إسرائيل متواجدة فعليا، ومن يعني اللعيبة الأساسية في المنطقة وفي هذه الخطة، ولكن الآن هي منشغلة بما منيت بها مرماها من 7 أكتوبر إلى وقتنا هذا. ولكن خلينا نتكلم بكل شفافية وبعمق شديد في هذا الأمر، لأن هذا الأمر خلط بعض المراقبين في حرب إقليمية. هل مقبلين أم لا مقبلين؟ كل المؤشرات أستاذ إسامة تدل على أننا نحن مقبلين. على ما يحدث في البحر الأحمر وضربات الحوثيين والاحتجاز للسفن الإسرائيلية، ويضرب أيضا أو تضرب بريطانيا وأمريكا عليهم مرتين، والمرة الثالثة منذ أيام دكتور قليلة. محمد أيضا أستاذي الكريم، اسمح لي أقل من 30 ثانية. طيب. الذي يحدث أيضا بما حدث في الحدود الأردنية ومقتل 3 جنود، أنا أرى بأن هذه الحادثة
هي من أجل استعراض القوة الأمريكية، ومن خلال هذه الحادثة سوف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتضرب. ولكن السؤال المهم، هل تضرب بحكمة أم تضرب أيضا بعنف جميل شديد؟ هذا جميل العنف الشديد دخلها في مأزق مظلم. دكتور محمد اليمني، أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا. فالمنطقة الكل يضرب والكل يعلن أنه لا يريد حرب، الكل يستهدف والكل يقول بأنه لا يريد مواجهة، على غرار ما تفعله واشنطن اليوم، استهداف في اليمن، في سوريا، في العراق، وتصريحات تضاف إلى ذلك أنها لا تريد حربا مع إيران ولا تريد مواجهة مع إيران. وإيران كذلك نفس الشيء، صرحت على لسان مسؤوليها أنها لا تريد أي مواجهة مع أي دولة في المنطقة أو خارج المنطقة. هل نترقب مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مستقبلا، أو على الأقل مواجهة شديدة بدرجات أعلى بتوقيت ربما متزامن أكثر؟ السؤال المهم، هل هذين الدولتين الآن مستعدين لهذه الحرب؟ السؤال الأبرز، أو تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة، الولايات المتحدة الأمريكية هل مستعدة؟ ليس مستعدة في هذا التوقيت. لماذا؟ لأن لديها ملفات خارجية، هذه الملفات هي منتظرة الرئيس القادم في نوفمبر المقبل. وأيضا النقطة الثانية، هي مقبلة على انتخابات، أراها من وجهة نظري هي سهولة في الإجراءات ولكن صعوبة بما ينتظر الرئيس. أما الأمور الداخلية وهي تشويه صورة جون بايدن بأنه الداعم الأساسي إلى الاحتلال الإسرائيلي وفي هذه الحرب، بجانب الأمور الاقتصادية والأزمات الاقتصادية إن كان يوجد أزمات وبعض الملفات الأخرى. وقال أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن سياستها هي عدم الحروب المباشرة، هذه أيضا جزئية. أما إيران، إيران الآن أستاذي الفاضل هي تعاني داخليا من الاقتصاد، تعاني داخليا من المظاهرات، من الاحتجاجات، وتعاني أيضا من فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أن نجاوب إجابة مباشرة لابد أن نسلط الضوء على بعض هذه النقاط في الداخل الإيراني وكذلك الأمريكي. ولكن أستاذي الفاضل، أنا أرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية في عدم ردها بعد يعني هذه العملية أو بعد مقتل 3 جنود هي من باب هل نضرب إيران في الداخل الإيراني؟ وإن ضربت إيران في الداخل الإيراني، هل إيران سوف تتفرج علينا أم سوف هي تضرب مرة أخرى؟ ولكن هم الأمريكان لعبوها صح، بمعنى أنهم ضربوا العراق في الحشد الشعبية وكذلك أيضا في سوريا. ولكن أستاذي الكريم، أنا أرى بأن هذه الضربات، لأن يوجد أيضا تصريح مهم أستاذ أسامة على لسان البنتاغون، البنتاغون يقول بأننا مستمرون على أقل تقديرا من شهر إلى شهرين بخصوص هذا الرد. طيب على دكتور، 3 جنود. صحيح. طيب دكتور محمد اليمني، نبقى دائما مع السياسات الأمريكية في المنطقة. هذه الأيام زيارة لوزير الخارجية الأمريكية أنطونيو بلينكن، الذي شرع في زيارة تشمل قطر والقاهرة والسعودية وغيرها من الدول الوازنة في المنطقة. بلينكن هذه المرة جاء على غير العادة، جاء بعد صدور قرارات محكمة العدل الدولية، جاء بعد تعنت واضح من الكيان الصهيوني في الخوض في أي هدنة أو اتفاقية جديدة، جاء كذلك في وقت تشير الكثير من المعطيات إلى أن هناك هجوما وشيكا على رفح. هل نتوقع أن بلينكين جاء ليفرض أجندة معينة على الكيان الصهيوني في هذه الفترة؟ وارد أستاذ، ولكن يعني برضو هرجع للتاريخ، والتاريخ ليس بعيدا. خلال 4 شهور أنتوني بلينكين ذهب إلى المنطقة كم مرة أستاذ أسامة؟ 5 مرات. صحيح. وهذه المرة السادسة على التوالي. هل أسفر أي شيء عن هذه الزيارات؟ أسفر أنه يهودي وأنه داعم للاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل ما تفعله في حق الفلسطينيين وحق دفاع لها وحق لها. هذا أيضا حدث في الأردن ورد عليه أيضا سامح شكري بكل غضب، وكأن أيضا وزراء العرب الآن لا يريدون أنتوني بلينكين ولا يريدون الحديث معه بخصوص ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية ويفعله أيضا أنتوني بلينكين. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، أتفق معك بأنه يحاول فرض بعض الأمور في أجندته الجديدة في الداخل، في داخل منطقة الشرق الأوسط. هو يريد تسليط الضوء لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن أستاذي الكريم، أنتوني بلينكين الآن وكأنه لعبة،
وكأنه يعني أداة توجهها الولايات المتحدة الأمريكية. اذهب اذهب أنتوني بلينكين إلى مصر، اذهب إلى الأردن، اذهب إلى إسرائيل. صحيح. هذه هي الأجندة، لابد أن تطبق. حاول أن تقنع العرب، حاول أن تقنع مصر، حاول أن تقنع المملكة، حاول أن تقنع أيضا الاحتلال الإسرائيلي. ما هو إلا أداة، هل له تأثير أستاذي الكريم؟ ليس له أي تأثير في المنطقة. وأكبر دليل على ما أقول بأن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الإبادة، نعم. مستمر أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. يوجد تواطؤ واضح مع الإسرائيليين في هذه صحيح. الحرب، عن أي هدنة يتحدثون الأمريكان وهم أتعاقدوا مع صفقة أسلحة جديدة؟ عن أي هدنة يتحدثون وهم أرسلوا 14 مليار دولار إلى الداخل الإسرائيلي؟ عن أي هدنة يتحدثون وهم يخططون لضرب منطقة الشرق الأوسط؟ عن أي هدنة يتحدثون والخوف من توسيع رقعة الحرب والحدود اللبنانية الإسرائيلية مشتعلة؟ عن أي أيضا هدنة يتحدثون وأن البحر الأحمر واليمن الآن تضرب؟ عن أي هدنة يتحدثون وأيضا الضربات الأمريكية تلاحق العراق وكذلك أيضا سوريا؟ عن أي هدنة يتحدثون والسودان منقسم؟ عن أي هدنة الآن يتحدثون وليبيا منقسمة؟ عن أي طيب أمر طيب أو أي طيب أمر يتحدثون عن الهدنة طيب وأن كي لا نخرج كثيرا عن موضوع غزة وآخر التطورات المرتبطة بما يحدث في قطاع غزة في اليوم 122 من حرب الإبادة المتواصلة، دعني أقف معك الآن عند السلوك السياسي والعسكري الصهيوني. هذا الكيان أصبح لا يرضخ لقرارات محكمة العدل الدولية، لا يرضخ للمطالبات الدولية والإقليمية بوقف الحرب، لا يبدو أنه مهتم كثيرا بالهدنة التي سبق الحديث عنها خلال الأيام الماضية. هل يمكن أن نعتبر اليوم أن الكيان الصهيوني أصبح عبئا على المجتمع الدولي، عبئا على الكيانات السياسية، على الدول الحليفة له في المنطقة وخارج المنطقة؟ أكيد أستاذ أسامة، هؤلاء عبء، ولكن هؤلاء لا يقدرون أن يتكلمون في هذا السياق، لا يتكلمون بأن إسرائيل عبء علينا. ليس بريطانيا تقدر ولا الدول الحليفة والشريكة لدى الاحتلال الإسرائيلي. لماذا؟ يعني أقول لك بأن أمريكا كانت تخطط وتقدم يعني تورتة جميلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بهذا المشروع الاقتصادي، الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي تقوده إسرائيل في المنطقة. فدخلت هذه العملية وعكننت على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل، وأفسدت التطبيع مع المملكة العربية السعودية. هذا أيضا الغضب الكبير لدى إسرائيل ولدى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها كانت وما زالت ترى بهذا التطبيع مشاريع ضخمة وكبيرة مليارات الدولارات، وإبعاد مصر والأردن والعراق عن هذه الكعكة. هذه أيضا جزئية، الجزئية المهمة، إلى متى المجتمع الدولي يصمت؟ إلى متى المجتمع الدولي يتضامن مع إسرائيل؟ هؤلاء أستاذي الكريم هم مشاركون فعليا فيما يحدث للشعب الفلسطيني وللإبادة الفلسطينية، لأن الدنيا قامت ولم تقعد للأوكرانيين، وقالوا بأن روسيا فعلت، وروسيا لابد من فرض عقوبات وقطع العلاقات، وروسيا لابد أن يتم حظرها، وروسيا وروسيا وروسيا. أين الآن هذا الكلام وهذا التطبيق على الاحتلال الإسرائيلي؟ هم بعيدون تماما عن هذه الأمثلة. أستاذي الكريم، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان ولا عن الحرية، ولكن بمعنى أصح هؤلاء يستخدمون هذه شكرا. المصطلحات نعم. إلى إذا تواجدت المصالح معهم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. اللعب بالمصطلحات على حساب المصالح، هكذا هي السياسة. نشكرك جزيل الشكر دكتور محمد اليماني الخبير في الشأن الدولي، كنت معي من العاصمة المصرية القاهرة. يومك طيب. تحياتي لحضرتك. شكرا. مشاهدينا، النقاش لازال متواصلا في شقها الثاني بعد هذا الفاصل.